أسلحة الإمام المهدي عليه السلام المتطورة. ربما يستخدم الإمام المهدي عجل الله فرجه الأسلحة المتطورة الموجودة في حين ظهوره، ويحرك الجيوش المتثائبة في المعسكرات، ويكون تكتيكه سلاحه الفعال الذي يستولي به على القواعد العسكرية، ويعتمد في تكتيكه على عنصرين: المفاجأة والسرعة، كما يظهر من بعض الأحاديث. فلا يشترط في الثائر الذي يخترق المغيب إلى كبد السماء أن يكون قد حشد في مغيبه قوى أكثر من القوى المتصارعة على الأرض، وإنما يشترط أن يملك الخطة التي بها يسيطر على قوة ضارية من تلك القوى. وكل الثائرين الذين قفزوا من تحت الأرض إلى دفة الحكم لم تكن وسيلتهم سوى خطة ناجحة. فإذا ظهر الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وتوافد إليه حواريوه 313 والتف حوله من أنصاره الأشداء حتى زادوا على 1000 رجل، انطلق من مكة يبسط سلطانه على الحجاز، فأيدته المعسكرات وسار بها إلى الشام يجتاح سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ثم انعطف نحو العراق فانفتح له. تتجمع لديه قوة عسكرية ضخمة يستطيع أن يوجه فصائلها نحو الخليج وإيران والهند وأفغانستان شرقا، وأن يوجه ما تبقى منها إلى أفريقيا غربا، واستيلاؤه السريع على الحجاز وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق خلال أيام وبدون مقاومة تذكر من جهة، وخططه الجديدة المنتصرة من جهة أخرى، ومفاجآته الخاطفة من جهة ثالثة، وانتصاراته المتتابعة التي لا تتعثر بهزيمة من جهة رابعة، ترفع أنصاره فوق السحاب معنويا وماديا، وتخفض بأعدائه تحت الصفر معنويا وماديا، وتجعل منه قائدا مظفرا رهيبا تنخلع لاسمه قلوب وتطمئن إليه قلوب. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعب، قرة للعيون.